Good morning, dear viewers. You are now watching us on Sada FM. Today is the fourth day of this second phase of the Salam Championship. I'd like to welcome you from Dimas, Damascus. This is a very nice, rather nippy morning. إنه اليوم الرابع. صباح الخير محمد. صباح الخير متابعي صدى اف ام في الوطن العربي الكبير وخارجه. صباح الخير متابعي الرسمية الخاصة بإذاعتنا في جميع أنحاء العالم. صباح الخير بالعربية والإنجليزية. صباح الخير لحواجز هذا المسلك. أي مسلك؟ إنه مسلك فئة سمول تور. إنها فئة سمول تور الذي يلعب نهائيها هذا اليوم. بالأمس كنا مع ثلاث نهائيات واليوم نحن مع ثلاثة نهائيات أخرى. أجل بالأمس اختتمنا وسمينا المتوجين بفئة تشيلدرن وميني تور وأماترز أي الأطفال، والفئة السنية الأعلى نوعا ما ذات الحواجز التي يبلغ ارتفاعها مترا واحدا، ثم فئة الهواة. هؤلاء توجوا بالأمس وحسموا لقب المرحلة الثانية من السلام الدولية الثانية لفروسية قفز الحواجز. هذه البطولة مستمرة وأيام النهائيات مستمرة كذلك، واليوم لدينا نهائيات كذلك ثلاثة كبيرة هذه المرة بارتفاعات حواجز كبيرة، اسمها فئات سمول تور وميديوم تور وبيج تور. ثلة من الفرسان يتنافسون في كل مرحلة ولحساب كل فئة. سنكون بعد حين مع المباراة رقم 13 لهذه المرحلة طبعا، وهي المرحلة الثانية كما أسلفت. نحن في آخر أيام هذه المرحلة. اليوم ثلاثة نهائيات من العيار الثقيل، اليوم ثلاثة نهائيات زاخرة بالتنافس، زاخرة بالثواني، زاخرة بأجزاء الثواني، زاخرة بنقمة العوارض وغضب الحواجز وتحدي الجياد وعقليات الفرسان وحفظ المسالك وعدم الوقوع في أخطاء مسلكية تؤدي إلى الاستبعاد الفوري. إننا أمام نظام النهائي الذي هو من شوط أصلي وشوط تمايز. محمد سنكون تماما مع شوط جامب أوف بعد أن يتساوى الأقل أخطاء أو الذين لم يخطئوا ثم يتأهلون إلى شوط جامب أوف. تكلم لنا محمد عن إثارة شوط جامب أوف الذي سيكون ثاني شوط نغطيه اليوم. Well, basically, this is the list of the Category C small tour. I'd like just to highlight the point that when we say small tour, it has nothing to do with age. Mm-hmm. It has to deal with the complexity of the obstacles, one, two, mm-hmm. and the course design itself. Mm-hmm. Of course, not to mention the height of the obstacles as well. So basically, for this small tour, we have 13 horse riders. We mm-hmm. start with Mohammed Jobarani, mm-hmm. as the list tells. On Flash, Ghaleel Zaybak on Alex, Judy Nizam on Cindy. But when it comes to Arnie Junyan, will be on Fine. Najla Sumair on La Crosse, Jawad Nizam on Flexi, Z Team Spirit, mm-hmm. Aya Hamsha on Albany 21, Talal Suleiman avec Joy de Tous. As for Ahmed Al Masri mm-hmm. on Carrera, mm-hmm. Aya Hamsha for his second appearance on Vicomte Dambel. As for Ali Issa on Sonagra, mm-hmm. Khalil Zaybak, as this is his second appearance as well, on Captain V. Judy Nizam also, this is his second time, however, this time is on Rupont de Louvaux, and we are just looking forward to having them here present with us on the arena. This is a very good day. So, this is basically a sunny day. Hopefully they can have sunny and shiny scores as well. Fingers crossed. إنه بالفعل يوم مشمس، واليوم المشمس في بريطانيا محمد أنت من العارفين أنه يستخدم كناية عن الفتاة الجميلة. Indeed, yeah, you're right. However, we use quite the opposite here. All right, a spring day we usually keep it. So, all right, moving back to the arena of Assalam Championship. As for the jump off course, it starts with 9, 10, 11B, A to B and C, then 6, 5, and 14. So basically we are with seven obstacles to go through, not to mention the other sub ones when it comes to A to B and C. This is the very moment when our horse riders and their horses go absolutely hearty, full of excitement, tense,
And I can tell you determination goes really at the peak. عندما تبلغ مؤشرات التشويق والخوف والحذر والقلق المؤشرات العليا عندما يكون معدل ضربات القلب طبعا التحفزية والرهبة رهبة المنافسة الرياضية والقلق والوجل لجهة استعداد الجياد ينظر الآن الفارس إلى جواده يحدق في عينيه هل أنت جاهز؟ هل أنت جاهز؟ يقول لفلاش محمد جبراني هل أنت جاهز؟ يقول لأليكس غالي زيبق هل أنت جاهزة؟ يقول لسندي تقول لها جودي نظام فيني ماذا هنالك؟ بصوت أني جوانيان لاكرس ماذا هنالك؟ كيف هذا الصباح بالنسبة لك؟ كيف هو المزاج؟ كيف استعداد القوائم؟ سنقفز عاليا هذا الصباح سنقفز عاليا يا فلاش ويا أليكس ويا سندي ويا فيني As you can see, Mohamed Jabrani is now ويا لاكرس بدأ العمل بدأ ما تحدثنا عنه yeah. إنه نهائي سمول تور Flash now is present ready to have this experience along with Mohamed Jabrani انطلق محمد جبراني على ظهر فلاش دق الجرس بدأنا الزمن التناقصي So they've got some pre-time in order for them to kick off their round. As you can see now, every single rider has about, you know, 45 seconds in order to kick off his round. We've just started with Mohamed Jabrani. محمد جبراني يبدأ على ظهر فلاش. Now towards this Oxa. Oh, a very good jump. رائعة هذه القفزة التي نبدأ بها منافسات اليوم. So the height of the obstacles is 120 centimeters. متر وعشرين سنتيمترا ارتفاع الحواجز يصل في هذه الفئة. التنافسية. That was a brilliant jump. بثقة يقود هذا المدرب. It's A now and B. محمد جبراني. 8 faults so far. يلف بفلاش ويدور ربما فلاش أوحى بعدم الجاهزية لتخطي الحاجز المركب تماما Unfortunately he won't be able to go through the second phase so it would be difficult for him الزمن ماذا عن الزمن تخطى المئة جبراني مئة وثلاثة ثلاثة عشر جزءا ولن يكون في شوط التمايز جبراني وفلاش Ladies and gentlemen, now we can see Alex on. هذا الجواد أليكس وهو خياله الدائم غالي الزيبق. يعتمد تماما على أليكس إلى جانب تشيلستينا 3 وكذلك نصر في صالة الأغر. هذه هي جياد غالي الزيبق التي شاهدناه على صهواتها في السلام الدولية الثانية لفروسية قفز الحواجز. هذه البطولة التي كان السبب وراء تأسيسها هو التأهيل الأولمبي للفارس أحمد حمشو وسواه من الفرسان السوريين طبعا حمشو هو الذي استفاد منها على صعيد جمع النقاط دوليا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو كذلك تأهل برفقته فارس أردني شارك يومها فيها في النسخة الأولى عام 2019 ها هو ذا غالي الزيبق يمتطي أليكس
ويسير في هذا المسلك. مسلك ليس بالسهل، ارتفاعات حواجزه متر وعشرين سنتيمترا لم يخطئ حتى الآن. زيبق في المسلك هذا متابعينا حاجز مركب ثلاثي، وهذا يكون معقدا تماما. واحد اثنين ثلاثة، أحسنت زيبق، ممتاز. وحاجز مركب كذلك ثنائي، لم يخطئ زيبق حتى الآن، يؤدي أداء جميلا في صباح السابع من نوفمبر. It must be 88 seconds so that they can. أوه حذاري حذاري غالي، حذاري غالي. أوه سقط آخر حاجز يا غالي في هذا المركب. If only that thing hadn't dropped. أوه أربعة أخطاء يا زيبق، والزمن 72.90. الحواجز المركبة أنهيتها عند آخر عارضة أسقطتها، ثم إلى الحاجز الذي يلي لم تخطئ يا زيبق، وبالتالي 72.90 وأربعة أخطاء. So, ladies and gentlemen, now you can see a Hampshire on Albany 21 Team Spirit. She's now trying to re-examine her course so that she can kick off. هيا يا حمشو، شاهدتي صولة أليكس وجولة غالي زيبق. استفيدي من الخطأ الذي أخطأه غالي، بالرغم من الركوب الرائع الذي شاهدناه من زيبق في الحقيقة. Now this is a good vertical jump. Albany 21. They take very wide turn due to the course design. It's really tiring, isn't it? كأنها توازن بين السرعة والدقة. I believe so. Now it doesn't matter really to go through timing because you know they've got enough time. 88 seconds is not a simple word, but they must have clear jumps so that they can be, you know, able to make it into the lead. رحلة المركبات تبدأ. Now. واحد، اثنين، ثلاثة. آية. ممتاز. Albany 21 وممتاز آية حمشو. Such a relief we haven't been, you know, troubled with these combination jumps. Oh, حذاري حذاري الصعوبات. ممتاز ممتاز الركوب حتى الآن نحو النهاية، نحو الحاجز الأخير. يا حمشو في التمايز 78 فقط، 78 ثانية بالتمام والكمال. سندي وجودي نظام، جودي نظام ان توجت لن يكون التتويج الاول لها، سبق وان توجت بمركز اول او وغير اول تماما على مستوى المراكز الخمس الاولى، لن يكون الحضور الاول لها اذا ما توجت. اتحدث عن تتويجها لانها من الفرسان والفارسات الذين يتوقع منهم اداء رائع قياسا لما شاهدناه في سياق هذه البطولة. تكثر الفئات، تشارك كثيرا. And this is something really advantageous because she's تدرب جوادها، تزيد من فرصها، تزيد من حظوظها. جودي نظام تحاول اللحاق بأي حمشو إلى شوط التمايز. So far so clear and she's really fast. تتمنى جودي، أوه حذاري حذاري جودي، المركب الثلاثي بأمان دون أخطاء. إذن أوه ولكن الحاجز الذي يليه أخطأت عنده نظام. جودي نظام على ظهر سندي.
لن تكون في التميز رغم هذا الركوب المميز والمتزن، ولكن حاجزا واحدا سقط. 73.20 So, ladies and gentlemen, now we have Arni Duanyan en fine de profanen. She's just kicked off her round. حتى الآن متابعينا متأهلة واحدة إلى شوط التمايز. طبعا إن بقيت وحيدة فلن يكون هناك شوط تمايز. لذلك أرني جوانيان، أرني سقط الحاجز، تأسف لذلك جوانيان بكل تأكيد، وتزيد الأسف مع تقادم الحواجز وازديادها. فيني ليس بالأداء الموفق. To start at a small tour with this height of obstacles is not expectable for us to have all the way through successful jumps. I mean, it's necessary to keep such kind of height. ثالث سقوط للحواجز. تتوالى حالات السقوط والركوب غير الموفق وملاحظة فقدان الأمل التي تحدثنا عنها أنا وأنت محمد بالأمس. لماذا تذهب الأمور في مسار انحداري بعد سقوط الحاجز الأول؟ So first ranked so far to go through the following jump off is Aya Hamshaw. الآن نحن بانتظار نجلة سمير ولاكرس بعد إعادة وضع العوارض في أماكنها. المرمح جاهز نجلة. أوه لم يسقط. ثاني الحواجز. That was rather speed. سمير حذاري. تبالغ بالسرعة. Well, since the obstacles are really high to jump, so they must have some galloping so that they can make through. I bet this is the reason why. خطوة الجالب تساعد على تجاوز الحواجز ذات الارتفاعات التي توصف بالعالية في هذه الفئات طبعا small وmedium وbig. ركوب موفق حتى الآن مع شيء من الحظ لصدم العارضة وعدم إسقاطها. لاكرس. لاكرس لاكرس نجلة سمير تواصل دون أخطاء. So ladies and gentlemen, this round is basically qualifying. احذري نجلة إلى التمايز إلى التمايز سمير لاكرس نجلة ولاكرس إلى التمايز. أحسنتي. She's made it. أحسنتي فعلتها نجلة سمير. 68 65. So the speed of this round is 350. As for the length goes 490 meter. The time allowed 84 seconds. As for the time limit 168 seconds.
نعود لجياد تيم سبيريت وفلاكسي زد وعلى ظهره جواد نظام. إذن سينظم شوط التميز لأننا أمام متأهلتين اثنتين على الأقل. Do you think the list goes on now with other names? Let's just wait. نعم. جواد can be one of them as well. من سينضم لحمشو وسمير. So now you can see Jawad Nizam, everyone. On Flexi's Team Spirit. A fine bay male horse with that beautiful blaze. Jawad Nizam يستفيد من التباعد بين الحواجز واتساع هذا المرمح ينوع بخطوات جواده. يغير من رتم السرعة عندما يحتاج الأمر، أما الآن فهو امتحان صعب. واحد الجزء الثاني فالثالث. نظام أحسنت، ممتاز. فلكسي زد تيم سبيريت ابقى هكذا. So far so brilliant. بالفعل بالفعل أداء رائع، ولكن حتى آخر عارضة يستمر القلق. نحو النهاية، ثالث المتأهلين. ماذا ثالث المتأهلين؟ ماذا ثالث المتأهلين؟ أجل ثالث المتأهلين فعلها جواد. 75 43 نظام في التمايز. طلال سليمان يتمنى أن يضطر لحفظ حواجز التمايز، ويتمنى أن ينافس عليها ويعلو فوقها. هي يا طلال 19 11 بي 8 بي 8 سي 6 5 14. هل ستضطر لحفظ هذه الحواجز أم أن الحظ سيقف في وجهك منذ الآن؟ سليمان، طلال حذاري. So most of the difficulty shows itself here, basically on the combination fences and also on that compound one. ولكن قبل حلول ما تتحدث عنه سقطت العارضة يا طلال. وصل طلال سليمان. طلال لديه أمل طبعا بالتتويج إن لم يكن عدد المتميزين خمسة، فسيتوج أفضل المخطئين، لذلك يواصل. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ طلال سليمان، ماذا هنالك؟ وكذلك أفيك جوي دي توس. أين شرد ذهنه أفيك جوي دي توس؟ ماذا تذكر الجواد؟ بماذا فكر؟ Well, they should have galloped. That was rather slow. Cantering before an obstacle can be really ominous. It wouldn't be resultful. توقف. توقف. يحاول التوقف. Avec Joy de Tous. استمر. استمر. Avec Joy. طلال سليمان. أربعة أخطاء فقط. أو ثمانية أخطاء، وطبعا خطأين لتجاوز الزمن. طبعا خطأ سقوط حاجز، أتحدث عن نوعية الأخطاء كلها. خطأ سقوط حاجز وخطأ آخر للحرنة التي شاهدتموها وحالة الامتناع والرفض، وكذلك خطأين لتجاوز الزمن. So a member of the Masris, Ahmed Al Masri now on a career. So Ahmed was rewarded yesterday as one of the top riders along with his sister. تماما. أحمد المصري توج لحساب فئة الهواة وكان من الأفضل بين المشاركين ضمن إطارها. أما الآن فكاريرا تضطر للقفز فوق حواجز أعلى في مرمح أوسع وأكبر تحت الشمس والسماء
He's a steady. I really like that about him. تحب بفروسيته ثباته. Yeah, this, I mean, he's really steady. You can see that now. بالفعل. بثقة يحاول أن يؤدي على هذه الثقة تنتقل إلى كاريرا. I believe so. It's all about his determination. Now let's see the Oxa. نحن مطمئنان كاريرا. كاريرا is doing well so far. Now the combination fence. هيا كاريرا دعينا نرى. First, المركب واحد. Second, اثنين أحسنت كاريرا ثلاثة lovely. ممتاز. ممتاز استفادة من الثبات هذا الحاجز ذو فخ ممتاز جدا. You see even the distance between 8C and the following one can be really nasty because it does they don't have that space. بالفعل بالفعل متقارب مع الحاجز السابق إلى التميز رابع المتأهلين هيا إلى التميز أحمد أحسنت. He's in. فعلها أحمد. So we've got 76 40. Four riders to go through the jump off. سوناغرا دو برانزاك وعلي عيسى علي أمام تحد عنوانه أن لا أحد من المخطئين سيتوج لأننا إن كنا أمام خمسة متأهلين إلى التميز كما ذكرت منذ حين سوف نتوج المتميزين فقط كلهم إن اقتصرنا على خمسة أو جزء منهم إن كانوا ستة فما فوق هيا علي عيسى سوناغرا دو برانزاك الثقة والهدوء عاملان مهمان حفظ المسلك تهيئة الجواد منعا لحدوث امتناعات وحرنات سوناغرا تنظر إلى الأعلى سوناغرا ترفع الرأس حذاري عيسى أحسنت ممتاز عيسى So maybe they are asking themselves, why should I go fast if you know time is by my side? I mean, why should I risk my quality on the expense of time? And بالفعل. Something really special about this round. بالفعل لما أهدد النوعية لحساب الزمن علي عيسى علي and عيسى علي عيسى فعلها علي عيسى 73 14. Must be the fifth. This is Aya's second appearance, but this time is with Vicomte Dampel. كلٌ يغني على ليلاه، كلٌ يفكر بطريقته. الفرسان الذين يشاركون على ظهر جواد واحد يحاولون التأهل بشخصهم إلى التميز. أما أيا بعد أن ضمنت التأهل الشخصي إلى التميز، تحاول زيادة حظوظها في هذا الشوط من خلال جواد ثان هو Vicomte. ذيكم دامبل هيا حمشو أو هيا فيكومت لأن حمشو موجودة في التميز الحافز الأكبر للجواد so responsive so far let's see if they can keep the same hard work throughout the whole jump من المهم الاستمرار بهذه الطريقة فيكومت دامبل صوت الخبب عالي فيكومت تؤدي بجدية تضرب أرض المرمح ضربا First, ثم الثاني فالثالث ارتقاءات متوازنة ومدروسة أخشى على جميع الفرسان من هذا الحجز الذي يعقب المركب الثلاثي توقف 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 لفيكومت وحسن قيادة وتدبير وفروسية عالية المستوى من آية حمشو فيكوم دامبل كان مهددا ولكن آية مرة أخرى She's guaranteed her second appearance everybody now to go through the jump off
Now we can see Ghalit Zeybak absolutely impatient to start his round now on Captain V. هذا Captain V لغالي الزيبق. So that marked the second appearance of Aya Hamsho. So far we've got 6 jumps in the jump off. نعم. Will Ghali's be the 7th? Let's just wait and see. زيبق يحاول مع كابتن في بالوصول إلى ما لم يصل إليه رفقة أليكس. أليكس لم يتأهل إلى التميز ولكن غالي لم يفقد الأمل بعد. That was a very good jump. هي كابتن في بالفعل أطال الارتقاء بالهواء. That's a very wide turn. But yet it's not all about time. Clarity. وقع في فخ السرعة نسبيا غالي في المشاركة السابقة له. تسرع عند أحد الحواجز فكانت العارضة ضحية هذه السرعة. So it's all about quality and ability now. Time doesn't matter. اهدأ. To the combination. اهدأ غالي. Okay. واحد. Second. اثنين. ثلاثة غالي. ممتاز. To that nasty Oxa. يعلو صوت التوجيهات يعلو صوت التوجيهات للجواد من غالي كابتن في حذري غالي زيبق ينوي التأهل إلى التمايز غالي آخر حاجز غالي آخر حاجز آخر حاجز فعلها غالي زيبق 71 68 Now Judy Nizam For the second time on Rupon de Lufo. جودي نظام كذلك في تكرار لسيناريو زيبق. هي كذلك أخطأت 4 أخطاء. Now this is her second chance to make it through. على ظهر سيندي والآن تحاول مع روبنز. روبنز يحاول إيصال جودي إلى شوط التمايز 7 داخلين إلى شوط التمايز كجياد ولكنهم 6 فرسان Oh, sudden refusal. Did you see that? No. Oh, that wasn't expected at all. And that would take much of her time. جودي تفاجأ ب It's all about speed Robbins. Now again. I mean, yes, it was a sudden refusal, but she should have galloped. إذن محمد أمام سيفا لنصل إلى نتيجة أنا وأنت محمد إذن في الأشواط الأصلية المؤهلة للتمايز لا داعي للسرعة الإجمالية إلا لحساب خطوات الجلب right. قبل الحاجز العالي كل من يسرع محمد يدفع الثمن إلا باستثناءات يقف الحظ فيها إلى جانب الفارس I totally agree because in order to have a very good flight You must have the pre-flight stages. The first one is the approach. Mm-hmm. Second, the takeoff. So since these two have just been accomplished thoroughly in accordance with the good gallop, things can go absolutely smooth now. نعم. أجل هذا الكلام في غاية الدقة. تواصل جودي مع 4 أخطاء فقط. نتيجة عن حرنة مبكرة لروبنز ممتاز تخطيها للحاجز المركب هذا يبقى حاجز واحد بعده جودي تنهي بستة أخطاء نتيجة تجاوز الزمن But we won't see her in the jump off unfortunately and this is something disheartening Anyhow, for the luck next time Judy, next 21
إذا المتأهلون متابعينا، أي حمشو ونجلاء سمير وجواد نظام وأحمد المصري وعلي عيسى مع مشاركة ثانية لأي حمشو هذه المرة مع فيكومت ثم غالي زيبق. So seven riders are to be in the jump off with the ordering of this around. The obstacles are 9, 10, 11B, A to B and C, 6, 5 and 14. The names are Aya Hamsho, 2, Najla Samir, 3, Jawad Nizam, 4, Ahmed Al-Masri, then Ali Isa, 6, Aya Hamsho on a second horse, Vicomte, and then we have Ghali Zeybak on Captain V. ننتظر إذن تجهيز المرمح والحواجز، حواجز التمايز كما ذكرنا لحضراتكم سابقا هي 9 10 11 بي، 8 بي، 8 سي، ثم 6، ف5 وإلى 14. بعد حين تشاهدون تعقيدها وطريقة توضعها، بعد حين تشاهدون التباعد بينها، بعد حين تشاهدون ارتفاعاتها التي تصل إلى 120 سنتيمترا، بعد حين نكون مع شوط التميز للمباراة 13 للمرحلة الثانية من السلام الدولية الثانية لفروسية قفز الحواجز، جاهز أي حمشو أم ماذا؟ ماذا عن نجلاء سمير؟ جواد نظام بأية حال ستعود؟ أحمد المصري ماذا عنك كذلك؟ علي عيسى استعد جيدا، أي حمشو لديك فرصة ثانية، غالي زيبق ستستفيد من انطلاق الجميع قبلك لتكون بصورة الأزمنة وبصورة الأخطاء وتمتلك حظوظا مضافا إليها شيء من السكر لتكون صاحب المركز الأول. So only Aya in this case must be lucky and proficient to have been qualified enough to have two appearances in this jump off. And who knows, maybe she can book two places for her in the coming jump off, you know, outcomes. This is something, you know, brilliantly well designed for Aya. Let's just wait and see then. نعم. قد تتوج مرتين إن ناسب المسلك جواديها. ثم قد تعيد المشاركة لحساب الفئتين القادمتين في هذا اليوم. سنكون بعد هذا التميز على موعد مع فئة ميديم 2 ثم بيج تور كما تعلمون جميعا. So this round hasn't finished yet. We still have the jump off after it. Every single tour we conduct, we have its jump off to follow. So in this case we have, in a way or another, if all the riders have just made it clear in the first round, they wouldn't really have the coming jump off. So in this case we have about six tours, let's say. One of them must be the original, the second would be the jump off.
So having the obstacles and fences been reorganized and determined for our riders to jump over in this jump off, we're just waiting for them to appear. According to the name of the list, we have Aya Hamshaw to appear first, then Najla Samir on Lacrosse, Jawad Nizam on Flexi Z, Ahmed Masri on Carrera, Ali Isa on Sonagra, Aya Hamshaw on another horse, Vicomte, and then we have Ghali Zeybak on Captain V. So the time allotted for this round is 50 seconds. الزمن طبعا الأقصى متابعينا لشوط التمايز في هذا الزمن عليك أن تجتاز عددا من الحواجز هو أعد الحواجز حاجز 2 3 4 5 6 7 سبعة حواجز أحدها مركب من بي وسي هو الحاجز رقم 8 وهو الحاجز الرابع تراتبيا الحاجز الأول رقمه 9 الثاني رقمه 10 الثالث 11 بي الرابع 8 بين بي وسي الخامس هو 6 والسادس هو 5 والسابع 14 فقط بقراءة أرقام الحواجز وتراتبيتها كيف يكون الحاجز رقم 6 هو الحاجز الخامس والحاجز رقم 5 هو الحاجز السادس هذا وحده تعقيد ينبغي أن يحفظه الفارس ويتأقلم معه تبقى صعوبات هذه الرياضة تفصح عن نفسها شوطا بعد شوط لناصبي ومصممي المسالك أهداف قانونية وأهداف صعوباتية إن صح تعبيري على صعيد أن تضع الحاجز رقم 6 في المقام الخامس والحاجز رقم 5 في المقام السادس لتعقد خوارزمية حفظ المهمة والتأقلم مع المأمورية من جانب الجواد أولا ثم فارسه And by the way, the obstacles and the placements of them, even the height they have, basically all of them, they work hand in hand according to the levels and abilities of the riders and also the horses. Mm-hmm. I mean, for example, this kind of setting can be different in that of now being held in Russia. So every single, let's say, championship has its own requirements of obstacles and also the course designed for that. Alpani 21, Lacrosse, Flexi Z Team Spirit, Carrera, Sonagra, Vicomte, and Captain V. قوائم هذه الجياد ينبغي أن ترتفع فوق 120 سنتيمترا. ليس هذا من السهولة بأي مكان. لا يكاد باب المرمح يغلق العاملون على تنظيمه والعاملون على نصب الحواجز ووضع العوارض في مكانها بتوجيهات معظمها يأتي من مصمم ونصب المسالك الدولي السيد أحمد مازن بيرم وكذلك الحكام والمشرفون الدوليون على هذه البطولة طبعا ذوو التصنيف الدولي كلهم سوريون بالجنسية على نحو نموذجي سارت فئة سمول تور كنا أمام 13 دخول إلى المرمح في الشوط الأصلي ثم بعد ذلك
7 في شوط التميز. هذا هو الأول. آية حمشو ناو. هذه هي آية حمشو وهذا ألباني 21. الزمن الأقصى يا آية 50 ثانية. They jump off everyone now. Aya Hamsho has just started it. Let's just now see what those obstacles can have in course for her. بدأ العدو. إلى الحاجز رقم 9. سليمة. 10. 11 بي. بعد ذلك حمشو. 8 بي ثم سي. العوارض في مكانها. استمري هكذا. ألباني 21 حذاري. Oh, that's really what. 5. تباعد واضح بين هذين الحاجزين. تنهي آية تنهي. 38.75. 38. 75. جولة نظيفة. Well done. So now I believe the targeted score has just been marked. 38.75 is a very good number. Now, let's Samir on lacrosse. Do you think you can break it? Let's just wait and see. يتمحور التنافس حول رقم آية حمشو. إذا 50 ثانية هي الوقت الأقصى لا تكترث به آية تنقصه 12 ثانية مباشرة. 38 75. هيا نجلة سمير. هيا لاكروس. ليست المهمة بالمستحيلة نجلاء. الحاجز رقم 9. Now it's both quality and speed. Both of them are required to be present here so that they can make it into the lead. بالفعل. أوه ممتاز. صدم ثاني للعارضة ولكن لا مفاجآت. That's a very good turn. Hopefully not too. أوه ممتاز. رائعة الزاوية. رائعة الزاوية قبل الحاجز. That was phenomenally من بي well jumped. إلى ستة. You're doing well, Najla. Carry on. الآن مسافة طويلة. مسافة طويلة ودوران حتمي. دوران حتمي. الحجز قبل الأخير. سمير نجلاء نجلاء نجلاء. أحسن. أوه سقط آخر حجز. سقط آخر حجز. This is never 39 73 4 This is never lucky. Well. لا ينبغي الشعور بأي شيء من الفرح well, قبل إنهاء المهمة. I believe so. نجلاء تفائلت فسقط آخر حاجز. 4 أخطاء فقط. 39 73. ركوب جميل. جواد نظام now on Flexi Z. جواد نظام على ظهر Flexi Z Team Spirit. يبقى الزمن الأفضل لآية حمشو. 38 75 جزءا بالمئة من الثانية رقم 39. ابدأ جواد. دعنا نشاهد الزاوية التي سترسمها. بلغت بقياسها نظام. سلام. نظام's names. إذا نظام من الأسماء المرشحة دائما لأن تكون في
التتويجات والمنصات والتكريمات. جواد اقطع المسافة بأقصى سرعة. جواد نحو خمسة، نحو خمسة، ثم 14. نظام دون أخطاء. جواد نظام 40 46. جولة نظيفة. Ahmed Al-Masri now on Carrera. So far the targeted course is Ayaz, 38.75. Everyone just try to focus there in order to hit it so that you can be second, first, third, fourth, or basically in the top five riders. The arena is yours now, Ahmed. أمامكم كاريرا. أحمد مصري. I guess this is slow for the first jump. Now back to the vertical. Oh, صعبة الزاوية. This is the gate. Oxa. Clear so far. That was a very good turn. Oh, المركب الثنائي. Did you see that? يعمل على الزمن. يعمل على الزمن. So with his sharp and tight. أحسنت. Spotty. قفزة في غاية الروعة. هيا إنه الحاجز رقم خمسة. مصري. لم تسقطه. آخر حاجز. آخر حاجز أحمد. ممتاز أحمد. Wonderful. 37. 79. Lovely Ahmed. 37.79. تغير الزمن. الهدف سادتي. تغير. صار 37. So directly in this case Aya Hamsha has just become second. Bravo Ahmed. Now Ali Isa on Sonagra. So Ali, mind you, you've got two numbers to break. The first one is Ahmed's and the second is Ayaz, in order to place yourself in between. Let's just wait and see now. Or maybe he can make it first. Nobody knows. Best of luck, Ali. Oh, that's really speed. It could be the speed, the reason behind that. هذا ما ينتج عن تحطيم الرقم قبيل دخولك إلى المرمح. الزمن الرائع لأحمد المصري هو الذي أدى إلى المشاهد التي تشاهدونها. تسرع أكثر من مرة علي عيسى على ظهر سينغرا، لكنه يواصل المحاولات رغم أن أخطاءه صارت ثمانية. الزمن عنده هو الأهم. ينهي ب 39.17 مع ثمانية أخطاء. Imagine now one of the two left riders just made it with milliseconds, as has always happened. Things would be absolutely hilariously crazy. بالفعل من سيدخل الآن المرمح ينبغي أن تكون أي حمشو مع فيكومت. Do you think she can pull the rug under Ahmed now? كانت تنوي تحطيم رقمها الشخصي على ظهر ألباني 21، ولكن أحمد المصري قال لها تغير الزمن. الهدف يا آية صار 37 و79. هذا الرقم يشغل البال. هذا الرقم صعب التحطيم. هذا الرقم يخلق تحديا من نوع خاص. This is Aya Hamsha now, the penultimate rider for this round. The jump off on Vicomte. So the targeted score is 37.79. Are you willing to make it first, or you are just satisfied to be
second in this case, Aya. You've got the question. Let's see your answer. هيا آية. احذري آية. قبل كل شيء يجب أن تكون الجولة نظيفة لنبدأ كلام التنافس. زاوية حادة قدر الإمكان. يا سلام على المركب 8B 8C. تعمل على الزمن. أحسنت آية. تبقى حاجزان. شاهد من أين مرت آية. شاهد كيف اختصرت الزاوية. She's making it. ممتاز حمشو. She's 35 88. أربعة أخطاء لها. Because the last one. آخر حاجز بعد هذه الزاوية الإعجازية التي رسمتها آخر حاجز. سبب لها أربعة أخطاء. So far, أحمد is أحمد at the peak. هو المتوج في المرتبة الأولى حتى الآن. We still have now غالي الزيبق. ما لم يكن لغالي الزيبق رأي آخر. غالي الزيبق يعتمد في تكوين هذا الرأي الآخر على كابتن في. إذن 35 ثانية وثمانية وثمانون جزءا بالمئة من الثانية رقم 36 مع أربعة أخطاء لآية حمشو. اختتم آخر دخول للمرمح قبل غالي الزيبق. غالي آخر المشاركين في هذا الجامب أوف. So let's see now. غالي's performance. يا سلام غالي. So either natural gate, I guess. قفزات عالية. متحمس جدا كابتن في. غالي's final obstacle must be a problem. Now let's not foresee the matter negatively. ماذا هنالك كابتن في؟ Sudden refusal. يمتنع عن الاستكمال كابتن في. فجأة قبيل المركب 8B و8C. هذا يصعب الزمن ويخلق أربعة أخطاء مفاجئة لم تكن في حسبان غالي زيبق. بدأ بداية جميلة ولكن جواده امتنع عن الإقدام كما ينبغي صوب الحاجز المركب. غالي يواصل يحاول الاكتفاء بهذه الأخطاء الأربعة. آخر حاجز. Well, 55 70 نتيجة. I mean, the poke of the horse at الحرنة. The eighth one was absolutely unpreferable at that very particular moment. But anyhow, next time you can make it, غالي. No problem. Now. What we know for certain that Ahmed Al-Masri is at the peak. He's ranked first. نعم. قبل إعلان النتائج نستطيع متابعينا أن نؤكد لكم أن أحمد المصري هو صاحب المركز الأول. هو صاحب الزمن الأسرع والأجمل والأصعب. 37 ثانية وتسعة 37 ثانية وتسعة وسبعون جزءا بالمئة من الثانية رقم 38 هي ما احتاجه أحمد المصري للعدو والقفز بين سبعة حواجز أحدها مركب بمسلك مدروس وصعب ليكون بطلا لفئة سمول تور على مستوى المرحلة الثانية من السلام الدولية الثانية لفروسية قفز الحواجز. مبروك أحمد المصري. بانتظار إعلان نتائج هذه الفئة متابعينا. هو النهائي الأول هذا اليوم من أصل ثلاثة. So we're just waiting for the grand jury to provide us with the top five names of the riders. ننتظر من التحكيم أن يفيدنا بأسماء الأربعة الآخرين الذين توجوا.
الذين سيتوجون طبعا، الذين فازوا ونصبوا أنفسهم 5 أوائل لحساب سمول تور. طبعا المنافسة النظيرة على مستوى المرحلة الأولى، سمول تور كان بطلها في اليوم الرابع من المرحلة الأولى، وبطلها لحساب المرحلة الأولى بالعموم هو جواد نظام، في المركز الثاني جودي نظام، ثالثا علي عيسى، رابعا طلال سليمان، خامسا أحمد المصري. أما اليوم فأحمد المصري الذي كان خامسا صار أول. هذه المثابرة وهذه المتابعة وهذا الإيمان بالذات ومعاودة المشاركة على فئة مناسبة. أنا كفارس ينبغي أن أعلم وأدرك تماما نتيجة تجاربي وتدريباتي اليومية وأسئلتي وأجوبة مدربي أي فئة تناسبني. أحمد المصري راهن على قدراته على مستوى سمول تور، وجد نفسه خامسا في المرحلة الأولى، جدد الرهان نتيجة اقتناعه بهذه الارتفاعات وأنه قادر على تجاوزها على ظهر كاريرا. رهن على كاريرا وكان له ما أراد، صار أولا بعد أن كان خامسا، صار في المرتبة الأولى. This is what we call progress. Sheer progress. هذا هو التصميم، هذا هو العمل والمضي قدما، والعمل ثم العمل ثم العمل. ما لا يتحقق بالإصرار يتحقق بمزيد من الإصرار. You're right. إذن الخمسة الذين نبارك لهم، بدءا بنجلة سمير، الخامسة آية حمشو، رابعة جواد نظام، ثالثا آية حمشو، ثانية أحمد المصري، أول ألف مبروك. تتهيأ الكوادر الإدارية والتنظيمية لتتويج هذه الأسماء على ظهور جيادها ذاتها التي أنجزت. So, ladies and gentlemen, the top 5 riders are Ahmed Al-Masri first, Aya Hamsha second, Jawad Nizam third, second appearance, Aya Hamsha fourth, Najla Samir fifth. So now, by the time the riders have just made it to the podium in order to be rewarded, the officials will have come to give them their rewards.
So while the riders are now getting ready to get rewarded, the course designers and the assistants are absolutely busy to reset the obstacles for the coming round mini medium tour. دائما ما يكون الوضع على هذا النحو دائما ما يكون الفنيون ونصبوا المسالك ومساعدوهم منشغلون بتهيئة المسلك وتحضير المرمح للفئة القادمة هي فئة ميديم تو مبروك نجلاء سمير كنت في المركز الخامس وكان أداؤك يستحق هذا المركز كذلك مبروك لآية حمشو حلولها في المركز الرابع نبارك لها حلولها في هذا المركز المستحق جواد نظام now comes third everyone now Aya Hamsho is going to be rewarded for the second time along with Najla being fifth but this time So Aya Hamsho now second on Albany 12 But the top ranked rider is Ahmad Al Masri. ألف مبروك لأحمد المصري الحلول في المركز الأول مبروك هذا المركز مركز الصدارة المستحق لأحمد الذي سيقود جولة الشرف وسيتبعه فيها كل من آية حمشو جواد نظام فقط ونجلاء سمير Congratulations dear riders Ahmad Al Masri first آية حمشو second جواد نظام third آية حمشو for her second appearance on Vicomte and now the fifth نجلاء سمير best regards from us and I'd like to congratulate you on your well deserved success Enjoy your time now in this honorary round. استمتعوا بهذه الأوقات. عيشوا لحظات الفرح والانتصار وإثبات الذات. تفرجوا على من يصل ويلامس جزءا من أحلامه ويحقق شيئا من طموحاته. كل الغبطة لهذه المشاعر. So we've reached the very end of this small tour with the winning of Ahmad Al-Masri, Aya Hamsho, Jawad Nizam, Aya Hamsho and Najla Samir. Now a few minutes and then we'll be kicking off with the second tour of the medium. I leave the mic to my friend Abladi.
شكرا لك محمد، استمتعت برفقتك في التعليق على هذه المباراة، مباراة سمول تور. سنكون أنا وأنت كذلك معلقين على فئة ميديوم تور بعد حين. لا تذهبوا بعيدا متابعينا، جولات الشرف لهذا اليوم لم تنتهي، كونوا معنا. Stay tuned, don't go anywhere.